عصرت جيلين، جيل الكبار كابتن صالح سليم وطارق سليم وابو غيده والشيخ طه ورفعت الفناجيلي، الجيل العظيم ده، وعصرت جيل التلامذه. الفرق بين الجيلين كان ايه؟ هو الفروق بسيطه. بصراحه من ناحيه الموهبه الفطريه يعني كانت في الجيل الاولاني اكتر شويه، انما لمسه المدرب موجوده في الجيل اللي بعديه وفي الاجيال التلامذه. يعني لمسه المدربين موجودة أكتر، لأنه يعني التدريب كان اتقدم وعلوم التدريب اتقدمت شوية، وكان في إعداد مهاري وإعداد تقني، والنادي الأهلي اتعاقد مع هيديكوتي وقتها، وهيديكوتي بقى عمل الجيل بتاعه، فهيديكوتي كمان كان يعني نقلة نقلة في تاريخ الكرة المصرية، مش في النادي الأهلي بس. هيديكوتي تعلم منه كتير قوي من المدربين والتاكتكس والحاجات دي من المدربين المصريين، فهيديكوتي افاد النادي الاهلي وافاد الكره المصريه. كابتن عصام بعد